طيب عشان نتكلم أيضا استكمالا الجهات الحكومية اللي قامت بكثير من الفعاليات في اليوم الوطني، معي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي. حياك الله أبو يزيد. يا مرحبا، مساء الخير عبد الله، وكل عام وانتم بخير والوطن بخير. وانت بصحة وسلامة. انتم مسوين عمل كبير بيكون بكرة في كل مدارسنا، أعطونا جزء من اللي بتسوونه بكرة ومن اللي سويتوه بالأمس. نحن بدأنا قبل أسبوع عبد الله، يعني من الأحد الماضي دشنا معالي الوزير نشاطات المدارس المتعلقة بالاحتفاء باليوم، الاحتفال باليوم الوطني. وبدأت المدارس حقيقة من الأسبوع الماضي في ممارسة دورها في هذه المناسبة السعيدة والمناسبة الكبيرة والمهمة جدا. طبعا وزارة التعليم أخي عبد الله يعني تتناول هذه المناسبة الوطنية المهمة جدا، تتناولها من مسارين. المسار الأول الترفيهي، المسار الترفيهي الذي يتماهى ويتماشى مع احتفال الوطن واحتفال المجتمع بمظهر الفرح وإبراز هذه المناسبة السعيدة. والجانب الآخر هو البعد التربوي والمناط به حقيقة المؤسسات التعليمية والتربوية. فمنذ الأسبوع الماضي عندما أعلن معالي الوزير تدشين انطلاقة أعمال احتفالات المدارس، بدأت المدارس تركز على القيم التربوية لهذه المناسبة. والقيم هنا عندما نتحدث عنها نتحدث عن الاعتزاز بهذا الوطن، نتحدث عن اللحمة، أهمية حقيقة الولاء لأرضنا ولقيادتنا ولمؤسساتنا ولثقافتنا ولتراثنا في هذه المرحلة. الاعتزاز من خلال التركيز فعلا على ما على خصوصية هذا الوطن العظيم الذي يحظى بأنه قبلة المسلمين، وأن به مقدسات المسلمين، وأن فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي، وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القيم أيضا، أن هذا الوطن اليوم هو رقم كبير ومهم جدا في الاقتصاد العالمي، في السياسة العالمية، في القرار أيضا الدولي، أن القيادة التي تقود هذا البلد هي قيادة على مستوى العالم حقيقة، تؤثر في خريطة السياسة العالمية بقرارات مهمة جدا، ولنا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل أيضا نموذج. فهذه القيم تركز عليها الوزارة خلال الأيام الدراسية الماضية من خلال الفعاليات. عندما دخلنا إلى محيط الاحتفاء باليوم اللي هو السبت والأحد والاثنين واليوم الثلاثاء في هذه المناسبة، بدأت الوزارة تتفاعل في حصاد نشاطاتها الماضية. صحيح. من خلال احتفالات، وكانت البارحة نموذج هنا في وزارة التعليم اللي هو احتفال إدارة تعليم منطقة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض والأمير فيصل بندر، وأيضا حضور معالي الوزير ومعالي نائب الوزير، وكان حفلا بهيجا عبر فيه أبناؤنا من خلال الكلمة واللوحات الإنشادية عن ولائهم وحبهم لهذا الوطن. الليلة في القصيم احتفال آخر أيضا برعاية أمير منطقة القصيم وحضور معالي النائب وكذا. فأقول من صورتين حقيقة وزارة التعليم، المشاركة في احتفال المجتمع بهذه المناسبة الكبيرة، وممارسة الدور التعليمي والتربوي في غرس هذه القيم وانتهاز هذه الفرصة. صحيح. بترسيخ وتعميق الروح الوطنية والانتماء والولاء للقيادة. ما هي بغريبة على وزارة التعليم ولا هو بغريب هذا النشاط منكم. أنا والله شاكر لكم مقدر. أستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.